نعم شكرا. سؤال ثاني شيخ، هل صحيح الحديث بتاع ان بتاع لو بتاع دعت يا عم خلاص الناس اتنظفت، ما عادش بتاع ولا ازيك ولا البتاع، خلي اللغة العامية اتركها، ولا بالنسبة. حاضر يا شيخ. حديث كذا بدون البتاع، بدون حديث بتاع، صح؟ قل حديث انما الاعمال بالنيات، مش الحديث بتاع الاعمال بالنيات. طيب ما في حاجة اسمها البتاع في اللغة. نعم.